نجم البحر هو الكائن الوحيد اللي بيقدر يخرج معدته بره جسمه، أما السمكة اللي قدامك دلوقتي فاسمها سمكة الأشباح أو سيدة الأحلام، وطبعا هما بيسموها كده علشان اللي بياكل منها تقريبا بيتصاب بالهلوسة لمدة 3 أيام تقريبا. أما البغبغان فده أكتر مخلوق حنجرته بتشبه حنجرة الإنسان. أما التماسيح فبتقدر تغير أسنانها من وقت للتاني، ده غير إن هي بتعتبر المخلوقات الوحيدة على وجه الأرض اللي بتقدر تحرك فكها العلوي أثناء الأكل. تخيل كده معايا إن أغلى جبنة في العالم بتتصنع من ألبان الحمير، والحمد لله ان احنا ما عندناش منها هنا. كلمة قالوا اللي انت بتقولها لما بتيجي ترد على مكالمة هي الكلمة الوحيدة المشتركة ما بين كل دول العالم. اما الكلب اللي صورته ظاهرة قدامكم دلوقتي فده شهرته او اسمه يعني كلب العارضة، وطبعا هم بيسموه كده علشان شكله عامل زي عارضات الازياء بالظبط، ده غير ان شعره زي ما يكون مركب باروكة يعني. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط له لايك وتشترك في القناة لو انت لسه جديد، قول لي رأيك في التعليقات لانه بيفرق معايا جدا. سلام.